Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakum rusulu fakhudzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Amma ba'd. بعد الحمد والثناء فيا رئيس هذه الحمد الطيبة المباركة الأسبوعية وقضاتها العادلين وإخواننا في الله الحاضرين إني أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وإني قد كنت بين أيديكم وإنكم قد علمتم أن موضوعي المعين قد أوتيه الأشياء التي لا يجوز فعلها مع الميت من إصلاح البيان والعمل الأنجمان إن شاء الله تعالى أجتهد أن أبين مبينا هذا الموضوع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أيها الحاضرون والكرام الأشياء التي لا يجوز فعلها مع الميت أحاول أن أذكر منها شيء المهم وأولها لا يجوز ضرب الخدود وشق الجيوب لحداد الميت كما رواه البخاري في كتاب الجنائز عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أيها الإخوة المسلمون وثانيها لا يجوز المبالغة في دعاية خبر الموت أو الوفاة يا عباد الله فانظروا إلى هذا كلامي وهذا كيف نشر أهل عصر الجاهلي خبر الوفاة مثلا الخروج إلى الشوارع والأسواق وأبواب الناس والنهيب والبقاء يا عباد الله والصراخ يا حسرة وحسرة وهذا بأن مثل هذه الدعاية غير جائز بها وحرام وفي هذا السياق حديث كما رواه الترمذي في أبواب الجنائز عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نائيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النائي يا أيها الطلاب وثالثها لا يجوز دفن الميت متأخرا لأن تأخر دفن الميت مخالف للسنة كما رواه البخاري في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها وإن يكن سوى ذلك فشر تزعونه عن رقابكم أيها الحاضرون والكرام فاستمعوا إلى هذا كلامي ورابعها لا تجوز النياحة وهي محرمة لأنها تحيز الحزن وترفع الصبر وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى يا عباد الله ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من النساء البيعة على عدم النياحة كما رواه البخاري في كتاب الجنائز عن أم عاتية رضي الله عنها قالت
akhaza alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bay'ah alla nanuha. Ya ibadallah, laisa faqad haza bal inna niyaha wa hiya amalun min a'malil kuffar kama rawahul muslim fi kitabil iman an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Ayyuhal ikhwatul muslimun, wa khamisuha la yazuzu al-hidadu 'alal mayyit aksara min sasatil ayyasati ayyamin kama rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wal Mishkat, Mishkatul Masabi kitabul libas an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amhala ala za'farin salasan summa atahum faqala la tabku ala akibadal yawm. Ya ibadallah, fa yazibu alayna an nastaniba an tilka al-ashiyai wa ghayriha min al-ashiyai al-muharrama fi hadha sha'ni. Ya ayuhal hazirun wal kiram, ba'da qawli hadha atimmu min munaqashati huna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.